الآن يواصل الارتفاع، لاحظوا نحن عند 1.59 من بعد صدور أرقام مبيعات التجزئة البريطانية التي سجلت ارتفاعا ب 0.2% بشهر مايو عن الشهر الذي سبقه، رغم أنها متباطئة عن الشهر الذي سبق أتت أعلى من المتوقع. ما الذي تترقبه الأسواق؟ لنذهب إلى ضيفنا ينضم إلينا من أبو ظبي السيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق بـ ADS Securities. نور الدين مساء الخير، لا نستطيع سوى أن نتوقف مع حركة الاسترليني اليوم، لماذا هذه الارتفاعات بهذا الشكل؟ ماذا يحدث وماذا تتوقع لاتجاه الاسترليني؟ لدينا سببين، السبب الأول عدم قدرة الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة كما وعد الأسواق منذ بداية أكتوبر الماضي حتى الآن بأن يرفع الفائدة في يونيو، هذه من جهة. حديث جانيت يلين نوعا ما السلبي والذي لم يعطينا أي إشارة حتى أنه سيكون هناك رفع لأسعار الفائدة في سبتمبر. الشيء الثالث كان لدينا مبيعات التجزئة والتي أيضا أتت بأفضل من التوقعات، مع أنه كانت توقعات تشير لعدم وجود أي نوع من الارتفاع أو نو جروث، لكن شهدنا ارتفاع ب 20 النقطة المئوية. جميع هذه الأمور تدعم الجنيه الاسترليني، وهذا الشيء الذي في الغالب ما سنشهد خلال الايام القليله المقبله، قد نشهد مستويات 1.60 لا يعتبر شيء بعيد لانه الى الان وصلنا الى 59.30. نور الدين، حديث يلن ونتيجه هذا الاجتماع هل تضعكم هل تعطيكم اشارات واضحه على استمرار ضعف الدولار بالفتره القادمه ام لا؟ يعني ام هي تمبرري كرد فعل على الاجتماع؟ سيدتي، نحن منذ أن أكتوبر الماضي وحتى اليوم أصرينا على أنه نقول بأنه لا يوجد هناك رفع في أسعار الفائدة. منذ حديث يلن الآن وحتى نهاية العام سيكون لدينا نظرة نوعا ما مستقرة، لأنه الآن بعد حديث جانيت يلن غير الواضح والتي أيضا رفضت الإجابة على أي طلب أو أي سؤال من قبل الجورناليست أو الصحفيين، بينما عادت مرة أخرى لتكرر الستيتمنت تكرارا مرارا وتكرارا. لذلك في الوقت الحالي الآن الدولار الأمريكي بشكل عام من الناحية التقنية لا زال سلبي، طالما أن المؤشر العام للدولار الأمريكي دون مستويات 98.50، قد نشهد مستويات 93 أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن ما دون ذلك نوعا ما، فيما لو تم اختراقها نعم سيكون هناك لدينا المزيد من التحركات، خصوصا وأن الأسواق كانت تسعر رفع أسعار الفائدة في يونيو، هذا الشيء لم يحصل، على الأسواق أن تقوم بعملية الأجسمنت أو عملية التعديل التي لم تحدث، وهذا السبب الذي شاهدنا فيه ارتفاع اليورو أيضا فوق مستويات 1.14. نور الدين، بس لأنهي موضوع الفيدرالي، هل أنتم لا تعتقدون أنه سيحصل أي رفع لأسعار الفائدة قبل نهاية 2015؟ أن جيتي لي شخصيا نوعا ما لدي شكوك كبيرة في ذلك، لأنه أعتقد أنه الاحتياط الفيدرالي قد they missed the cycle. كان هناك في حالة أو في احتمالية أن يقوم هناك رفع فائدة قبل من المستويات التي ذكرها، لكن بالوقت الحالي حتى أرقام التضخم اليوم عادت الانخفاض، مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي شهدنا إلى الآن خمس أشهر على التوالي من الانخفاض المتتالي، وهذا الشيء لم نشهد له مثيل منذ العام 2009. كيف يتم رفع أسعار الفائدة وأنه إلى الآن معدلات لا زالت في انخفاض مستمر، كما أنه قد نكون في نهاية البزنس سايكل والتي أيضا حذر منها الفيدرالي يوم أمس، بدليل أنه رفع توقعات معدلات البطالة مرة أخرى للعام 2015 من الأصل 5 إلى 5.2 ليرفعها مرة أخرى إلى 5.3 و5.4، فنوعا ما لازلت أشك أن يكون هناك في رفع أسعار فائدة، لكن سأنتظر المزيد من الأرقام حتى سبتمبر المقبل. شكرا جزيلا لك نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق بـ ADS Securities. هذه نهاية جرس الإغلاق مشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.